السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا نشوف يا شباب نجم السهرة اليوم عندنا، اللي هو طبعا 1996 إمبالا SS، بحالة شبه نادرة، بحالة يعني شبه مستحيل تحصل نفسه. ليش؟ أول شيء يا شباب السيارة ماشية 25 ميل، ما هو 25 ألف، ما هو 2500، ما هو 250، 25 ميل فقط. استكرات الوكالة كلها عليها، أكياس الوكالة، كفرات الوكالة، تشوفون يا شباب طبعا هذه كلها استكرات الوكالة، أكياس الوكالة باقي عليها. الحين إن شاء الله بنفتحها بوريكم صورها من جوا. زي ما قلت يا شباب الموتر ماشي 25 ميل بحالة الجديد، كل ما تعنيه الكلمة من معنى، السيارة جديدة يعني من جد ما حد استخدمها. طبعا استكرة الوكالة هنا، شوفوا كم كان سعرها جديد، 25692 لما كانت عام 96. طبعا هذه ورقة المواصفات حقتها، استكر حق الوكالة، طبعا المعرض يا شباب طالب فيها، احنا في وكالة جيمس، في وكالة بيوك، في وكالة شفر طالبين فيها 52900 دولار كندي، هذا من دون طبعا مصاريف ومن دون اي شيء. شوفوا استكرات الوكالة هنا، كل هذه استكرات الوكالة. ثانك يو. شوفونا يا شباب ما شاء الله تبارك الله، شوف الأكياس لا زالت موجودة، أكياس الأرضية حقت الوكالة، أكياس المقاعد، بريكم استكرات بس حقت الوكالة الموجودة. ريحة الوكالة تشوفونها مسجل كيف، أكياسه عليه باقي. ما شاء الله تبارك الله، هذا يا شباب آخر مقطع للداخلية، حاب أصوره ونشوف. طبعا دفاتر الوكالة كلها موجودة معاها بأكياسها، طبعا دفاتر كله كامل موجود. هذه يا شباب ما تنساق، هذه تقعد في متحف، لازم تقعد في متحف بالحالة هذه، أنا بصراحة ما أتوقع تتكرر. 25 ميل العداد بالكيلو ترى يا شباب، انا اتكلم بالكيلو ما هو بالميلو.